حياكم الله من جديد في هلا بالعرفج. وصلنا معكم إلى فقرة مزايين الكتب. الكتاب اللي راح نستعرضه اليوم كتاب الولع بالكتب والهوس بالقراءة لمؤلفه وليد عاشور، وراح ناخذ تفاصيل هذا الكتاب مع الدكتور أحمد العرفج. هذا الغلاف الكتاب كما يظهر أمامكم على الشاشة، ولكن قبل ما يتكلم بس الدكتور عن تفاصيل الكتاب أبى أذكركم بالمبادئ العرفجية الأربع في قراءة الكتب أو في فقرة مزايين الكتب. أولا، أن كل ما يقدم في هذه الفقرة هي مجرد أو عبارة عن آراء تخص وجهة نظر الدكتور العرفج وليست ملزمة لأحد. الأمر الآخر أن عرض هذا الكتاب وما فيه من نقاط لا يغني عن قراءته. والأمر الثالث أن هذا الكتاب أو فقرة مزايين الكتب إجمالا تأتي دعما لتوجهات رؤية السعودية 2030 نحو مجتمع مثقف. وأخيرا، هنالك مبدأ سنه العقاد قديما يقول فيه: أقرأ لأن حياة واحدة لا تكفي. فنحن نكتسب حيوات كثيرة من خلال قراءتنا لهذه الكتب. والتعليق عندك يا دكتور. شكرا على لأنك أخذت مني بعض الحمولة. أهم شيء جمع حيوات يكون صحيح. أيوة، حيوات صحيحة كامدل أهم شيء. لا، أنت ما شاء الله ضليع في اللغة، أنت عقاد الصغير. لا، شوف، ريحتني، أنت قطعت نص المشوار. هذا من الكتب الجميلة اللي تأخذها وانت في المطار تقرأها وانت تنتظر الأكل، لأنه لا يعتمد على سرد كثير، هو عبارة عن تغريدات ومقولات جماعها. الفصل الأول عن آراء الغربيين في الكتابة، بعدين آراء العرب في الكتابة، بعدين آراء الغربيين في القراءة، بعدين آراء الغربيين في القراءة. ما في شك أنه بدأت تظهر أمراض في الكرة الأرضية اسمه مرض شراء الكتب. الناس تحب تكدس الكتب، لكن خلينا نمشي حبة حبة مع الكتاب الجميل ذا. وهو تعرف جمهورنا يحب البلوش، نقول لهم الكتاب موجود PDF على النت، لو كتبت العنوان حيطلع لك، ممكن تنزل وتقرأ براحتك. وعلى للأمانة يصبح تغريدات، لأنه في مقولات غريبة وكثيرة وجميلة وآسرة يمكن ما تصدقها. خلينا أول شيء أنه بعض الفلاسفة كان يدعو دعاءه اليومي، يعني أنت مثلا تدعي: اللهم ارزقني فتاة صالحة، اللهم ارزقني كوريلا، اللهم ارزقني. بعض الفلاسفة كانوا يقول: اللهم ارزقني كتبا. كل صباح ورد اليومي يقول: اللهم ارزقني كتبا نافعة. هذه أول الأشياء اللي ذكرها هنا من مظاهر المرض. أيضا كل الكتاب الكبار مثل كلامي، مو أنا من الكتاب، يعني أنا أعتبر مكتبتي صديقتي، هم يعتبرون المكتبة صديقة لهم. عندما يصيبهم الحزن يرتمون في أحضانها. شفت كيف الفلسفة؟ صحيح، ترى هذا كلام الولع في الكتب، هم يعاملون القراءة والكتب على أنها كائن أنثوي. لا، هذه حقيقة ما راح يعرفها اللي يعيش شغف القراءة. يا سلام يا سلام. أيضا كثير من الناس يقول لي: القراءة هواية. لا، القراءة ليست هواية، القراءة حاجة. القراءة مثل النوم والأكل والشرب، حاجة. لذلك اللي لا يقرأ نعتبره ميت ينتظر يموت. أنا ما أتكلم الحين عن القراءة المنظمة، لا، أنا أتكلم أنت لما تروح منيو المطعم هتقرأ، المغسلة يعطيك هتقرأ ولا لا؟ صحيح. القراءة هي زاد يومي، أنت كأنك مذيع تقرأ في الإذاعة، أنت طبيب تقرأ في الطب، يعني القراءة هي حرث العقل بشكل يومي. أيضا من الأشياء الجميلة أنه كثير من الفلاسفة يعتبر القراءة تنفس، ولذلك هو عندما لا يقرأ يصاب بضيق التنفس. هذا الشيء الثالث. أيضا يعتبرون القراءة نظارة، تعرف النظارة اللي تكبر لك العالم. أنت ممكن تسافر لكل دول العالم من خلال، أنا متأكد أنك روايات باول كويلو مثلا خدت تصور كامل عن البيئة من خلال رواية، صح؟ صحيح. ولا لا؟ الشيء الثالث أنه أنت الآن كيف وصلك المتنبي؟ لا في تسجيلات ولا في صوتيات، ولا وصلك من خلال الكتب. لذلك هي أوعية وحاملات للمعرفة من عصر إلى عصر. أيضا من الأشياء الغريبة إنه يعني سارتر له مقولة خطيرة، يقول إن الكتب في الرف هي جثث ولا تتصل لها الروح حتى تلمسها أنت. أنا والله يمكن أقول لك كلام تضحكون عليه، بس ما يهمني، ما أتسر، يهمني الناس ماذا يقولون. إنه في بعض الكتب في مكتبتي أكون متأخر عليها في الوصل، يعني ما مسكتها من شهرين. في كتاب مرة لعلي حرب أتذكر وأنا متعدي طاح كذا، ما في شيء، طيح وطاح. فعرفت إنه في كائن حي في الكتاب يقول لي: أحمد أين أنت؟ من زمان عني. صدقني أنت لو عشت في مكتبة حتحس. وهذا الكريم لقيته لشارتر قبل لا أقوله. أنا كنت متخوف أقول لكم، شفت إنه عند الكبار زي سارتر طبيعي، فأنا قلت إنه طبيعي. أيضا أبو إسحاق الموصلي، شوف، حتى نتمنى هذه رسالة الفنانين والمطربين، المغني المشهير إسحاق الموصلي كان لا يذهب ويحيي حفلة من بلد إلى بلد إلا معه 18 صندوق محملة بالكتب، ويقول: والله
لولا مؤونة الثقل وحب التخفيف لزدت. يعني تصور يروح من بغداد إلى البصرة عشان يغني مع الكتب عشان يقرأ. أيضا أحمد حنبل كان حتى فترة الوضوء وهو يتوضأ يجيب واحد يقرأ بصوت عالي وهو يسمع العلم. شوف الناس اللي يقدرون العلم. يعني أيضا أكثر ما يشغلني الآن وأتمنى هذا فعلا وزارة الثقافة تلتفت له هي مكتبات الكبار. يعني مثلا تروح الحراج الصواريخ، تروح الحراج بن قاسم، تلاقي مكتبة مباعة فيها إهداء مثلا حمد الجاسر مهديها الأديب فلان فلان وكلهم ماتوا، وفيها تعليقات وفيها كذا وفيها كذا. هذه مادة ثقافية ممكن بعد 100 سنة تكون مصدر للناس. يعني أنا مثلا دخلت مكاتب هنا جمعيات خيرية لقيت مثلا ركن مكتبة الشيخ الفلاني، فجيت أدخلها قالوا لا ممنوع تدخلها إلا بواحد معك. ليش؟ قالوا تعليقات الشيخ ممكن أن تضيف عليها، مثلا الشيخ قال وهذا غير جائز، تروح أنت تقول تشطب غير وتحطها جائز مثلا. فأقول لك أنه وضع المكتبات الأهلية هذه، يعني مثلا زي عبد الله عبد الجبار الله يرحمه، زي حمد الجاسر الله يرحمه، مكتباتهم هذه لازم تكون الجهة الثقافية أنه يكون مكتبة كبار الأدباء اللي تعبوا في تجميعها. ترى تعبوا في تجميعها، يعني المكتبات اللي 30 سنة جمعها وبعض الكتب نوادر وبعضها نسخة أولى وبعضها طبعا. فهذا هو اللي يقول الهوس في الكتب. القراءة يا أبو يحيى باختصار، قراءة كما قلت في إحدى النواصي، قلت الكتب هي الأمشاط التي أحرث بها رأسي كل يوم. شفت المشط؟ هي هذه الكتب. أيضا أنا والله الآن فعلا لو سألتني إن قبل لا أموت الشيء اللي أنا خايف منه مكتبتي، إلى أين سذهب؟ إلى عدو يعني لا يرحمها ولا إيش؟ يعني فعلا أفكر إن يكتب وصيتي إن تكون كتبي في أيدي الأمين يستفيدون منها الناس. ما أبغى أنا بكرة ورثتي يبيعونها بالحراج ومثلا تروح، زي ما أنا دائما أشتري كتب من الحراج، يعني أشياء نادرة وهداءات نادرة والله، لأنه تعرف الكتاب أحيانا ما يقدر لك طولة العمر إن شاء الله. ويمكن أنه تفكر في إهدائها إلى جهة مثلا ثقافية معينة، جهة والله أنا أتمنى لو في جهات معرفية مثلا معرفية وقفية أنه مثلا تكون تصب لهم، لأنه هذا موضوع طرحناه وكنت صاحبي ذيك الأيام. أين تذهب مكتبات الأدباء الكبار اللي فيها 20-30 ألف كتاب؟ يعني مكتبة العقاد المازني طه حسين أين ذهبت؟ وهذا موضوع ترى ثروة قومية مهمة جدا، ممكن تلتقط منها، ممكن يجي واحد يسوي رسالة دكتوراه عن إهداء. طيب اليوم دكتور مع وجود كل هذه القراءة الإلكترونية الجارفة يعني الانفجار التقني، ما زال في بناء للمكتبات طبعا المنزلية؟ المفترض يصير فيها يسمونه يعني دعم وتخزين. افرض انت جاء فيروس وراحت كل الكتب، افرض انسرقت المكتبة حقتك، هذا الكتاب ما ينسرق. يعني انا ما اقول على حساب شيء، انا طبعا الحمد لله اقرا هنا واقرا هنا، وتعرف اني شاطر في التكنولوجيا زي ما، لكن انا اقول لك بشكل عام هذه تراث بلد. الناس في الاخير بيهم شيء ملموس، الكتاب تجده ملموس، تجد التعليقات، لو صورت الصور تضيع. انا اتمنى يكون في جهه وقفيه بحيث انه اللي مثلنا يكتب في وصيته أن أكتب كذا كذا، بدل ما تروح تباع بالحراج بشيء لا يساوي. طيب من ضمن الولع والهوس بالكتب ومن تجربتك أنت دكتور، هل تعود لقراءة كتب 30 سنة القديمة اللي بنيت فيها المكتبة، ولا خلاص قراءة واحدة تكفي؟ شكرا على السؤال. طبعا العقاد له نظرية، تعرف الكلام في الفلسفة والقراءة ما في رأي واحد، في عدة آراء وفي حالات، كل واحد حالاته. العقاد يقول لأن تقرأ كتابا واحدا مفيدا 3 مرات أفضل مما تقرأ 3 كتب مفيدة كل كتاب مرة، لأنه ترسخ المعلومات. سألتني قبل الحلقة عن التشبيه، التشبيهات اللي شبهها في الكتب، قالوا الكتب كالأصدقاء، الكتب كالأوطان، لكن أنا في نظري أفضل شيء الكتب كالطعام. في كتاب سهل الهضم، في كتاب يحتاج إلى جلسة، في كتاب يحتاج أنك تشوفه على المنيو ولا تقرأه، في كتاب يحتاج أنك تمضغه، في كتاب يحتاج أنك تبلعه. الكتب ليست طبعا بروم سوى 1000 مستوى للقراءة، يعني الناس يقولوا اقرأ، لا القراءة مستويات، في قراءة في كتاب، قراءة الرواية غير قراءة مثلا زي هالكتاب مثلا أنا باخذ منه فصل التسامح بس، كتاب كامل تاخذ منه فصل التسامح. فالقراءة تقريبا اللي أنا أعرفها اللي أعطيها في دوراتي تقريبا 10 أنواع، لأن كل قراءة الاستكشافية غير الاستطلاعية غير التصفح غير اللي واحد يبغى معلومة. مثلا أنت بتدور مقولة لشكسبير، خلاص من يوم ما لقيت ذا شكسبير ما تحتاجه. أنا الكتاب هذا أوصي فيه، صدقني اللي يقرأه ويقرأ المقاطع اللي فيه حيصير يحب القراءة. جميل. طيب قبل ما نروح لبرواز، وطولنا شوي فقرة الكتاب لكن يستاهل الكتاب يستاهل. والقراءة، أبرز الملاحظات على كتاب الولع بالكتب والهوس بالقراءة. شوف مثل هالكتب هذه ما تقدر تعطي ملاحظات، لأنه هو عبارة عن تجميع المقولات فيشكر عليها. هو يمكن ملاحظة واحدة أنه
لما جاء قال آراء الغربيين في الكتابة دخل رأي عمر بن الخطاب، وأنا المؤلف أعرف وارسلت له إيميل قلت له طلع عمر، لأنه عمر رضي الله عنه في الفصل الثاني آراء العرب في القراءة، فأنت تحط هذه مع هذه، هذا خلل بسيط طبعا ما ما ما, ما يقام. أيضا أنه مثلا أعطى ناس لم يشتهروا بالقراءة وتجاهل ناس اشتهروا بالقراءة، يعني هو مثلا ما أعطى العقاد حقه، لا أعطى أنيس منصور أكثر، أنيس منصور تلميذ العقاد، يعني تلميذ عند العقاد وهو اللي علمه القراءة. لكن أنا أيضا في الأخير دائما الناس يقولون لي إيش نقرأ، أقول له أقرأ أي شيء، هذا في كتاب اسمه أقرأ أي شيء حتى تكتشف الموهبة، لأن القراءة متعددة، في قراءة وظيفية، في قراءة مرغبة، في قراءة يعني أنت مثلا تحب القراءة في الأدب والشعر وكذا جميل، واحد ثاني يحب القراءة في المدن اقرأ في المدن، واحد يحب الروايات اقرأ في، واحد يقرأ في الهندسة. أنا بالنسبة لي أشوف القراءات التأسيسية لازم، مثلا واحد أول ما يبدأ يقرأ في المعاجم، يقرأ في الكتب الأساسية في كل فن، بعدين عادي يبدأ يتخصص. أيضا ليس هناك تخصص، يعني أنا أقرأ 50% بتخصصي و50% قراءات منوعة. واضح. طيب نروح